بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في بعض التعليق، إذا طلب مني بطبيعة الحال شرح أو إعطاء تعريف لمجموعة الدراسة، ووعدت صاحب التعليق بطبيعة الحال أنني سأشرح من خلال مسألة، ولذلك اقترحت مسألة بأكملها من أجل وأدمجنا فيها بطبيعة الحال مجموعة الدراسة حتى يفهم التلميذ بطريقة بسيطة. إذا ماذا نقصد بمجموعة الدراسة، أو في بعض الأحيان مجال الدراسة، وكيف نوظف مجال الدراسة، أي ما هو دوره في الرياضيات؟ أنا لا أريد بطبيعة الحال إذن أن أعطي التعاريف النظرية الفضفاضة، لأن هذا غير مفيد بتاتا بالنسبة للتلميذ. إذا من خلال المسألة رقم 5 سنشرح مجموعة الدراسة في حالة إذا كانت دالة زوجية. في مسألة أخرى سأوظف مجموعة الدراسة ودالة فردية، وفي مسألة أخرى إن شاء الله سأوظف مجموعة الدراسة ودالة دورية، وفي بطبيعة الحال مسألة أخرى إذا كانت في آن واحد دورية وزوجية أو دورية وفردية إن شاء الله، حتى يكون التعريف مبسطا ويفهم بطريقة بسيطة إذا لدى كل تلميذ كيفما كان مستواه، ويعرف دور مجموعة الدراسة بطبيعة الحال في دراسة وتمثيل الدالة العددية. إذا نبدأ على بركة الله. إذا بالنسبة لهذه المسألة، إذا السؤال الأول: ألف حديد د إف. إذا الحل إذا أولا ألف لنحدد د إف مجموعة تعريف. إذا الدالة التي بداخل الجذر مربع x مربع زائد واحد فهي موجبة، سبب بين قوسين، لأن x مربع، نعلم أن x مربع دائما موجب مهما يكون x في R، وبالتالي أضفنا إليه عدد موجب قطعا، إذا تبقى دالة موجبة. وهذا يستلزم أن جذر مربع فهو معرف، أي أن جذر مربع x مربع زائد واحد أصبح معرفا ينتمي إلى R. من جهة أخرى الدالة x قيمة مطلقة لx فهي مثلها مثل دالة حدودية معرفة على R، معرفة على R. إذا العدد قيمة مطلقة لـ x فهو معرف ينتمي لـ R مهما يكون x ينتمي لـ R. خلاصة، إذا مهما يكون x ينتمي لـ R، مجموع العددين جذر مربع x مربع زائد واحد، إذا نضيف عليه نقص قيمة مطلقة لـ x فهو ينتمي إلى R. أي أن مهما يكون x ينتمي إلى R، فإن f لـ x أيضا ينتمي إلى R، أي عدد حقيقي له صورة بالدالة f، ليس لدينا أي مشكل في هذه الدالة، وبالتالي مجموع التعريف ديالها، مجموع تعريفها تساوي R التي سأكتبها على شكل مجال حتى نشرح لكم مجموعة الدراسة. اتحاد صفر زائد ما لا نهاية. الآن إذا نمر إلى السؤال ب، بين أن F دالة زوجية. ب، لنبين أن F دالة زوجية. طبيعة الحال كما رأينا التعريف في جدع مشترك والتذكير الذي قمنا به في السنة الأولى بكالوريا، إذا عندما يطلب منا أن ندرس زوجية دالة أو نبين أنها زوجية أو فردية، أولا نتأكد من الشرط الأول: هل مجموع التعريف متماثلة بالنسبة للصفر؟ ماذا نقصد بمجموع التعريف متماثلة بالنسبة للصفر؟ أي لكل عنصر x من الدائف هل مقابله أيضا ينتمي معه في الدائف؟
إذا وقلنا حالة خاصة، إذا كانت الدائرة تساوي R أو R نجمة، إذا فهذا الشرط إذا فهو متوفر. إذا لدينا كما هو الحال في هذا بالنسبة لهذه المسألة، إذا لدينا الـ F تساوي R، إذا أي عنصر أخذناه في R مقابله أيضا ينتمي إلى R، إذا هذا يستلزم لكل X من R ناقص X ينتمي إلى R. إذا يجب الانتباه لهذا الشرط لأن معظم التلاميذ يمرون إلى الشرط الثاني بشكل مباشر، وربما في بعض الأحيان يكون هذا الشرط غير محقق ونقوم بإضاعة الوقت في الشرط الثاني، لأن إذا لم يكن الشرط الأول محقق إذا فالدالة لا يمكنها أن تكون لا زوجية ولا فرضية. إذا ينتمي إلى R، إذا بالتالي الشرط الأول محقق، نمر إلى الشرط الثاني. أي نبين أن f ل ناقص x يساوي f ل x. إذن هنا مسألة تعويضية، نعوض x بالعدد ناقص x وباستعمال الأقواس، إذن ناقص x أس 2، إذن زائد 1 ناقص القيمة المطلقة ل ناقص x. نعلم أن القيمة المطلقة ل ناقص x تساوي القيمة المطلقة ل x، وناقص x أس 2 هي x أس 2، إذن تساوي x أس 2 لأن الأس زوجي، وهنا القيمة المطلقة لناقص x هي القيمة المطلقة لـ x، هذه قاعدة رأيناها في الجذع المشترك أقوم بالتذكير بها، كل x من R القيمة المطلقة لناقص x تساوي القيمة المطلقة لـ x وليس x أو ناقص x، إذا حسب بطبيعة الحال إشارة x. إذا بطبيعة الحال نجد تعبير f لـ x. إذا الشرط الأول والثاني محققان، إذا الدالة F دالة زوجية. ثم نمر إلى بيت القصيد وهو مجموعة الدراسة لنحدد مجموعة الدراسة بالفرنسية، إذا لونسومبل ديتود، لذلك نرمز لها أو، إذا نسبة الفرنسية إتود، لونسومبل ديتود وبيان لانترفال ديتود، مجموعة الدراسة دومين ديتود. إذا F زوجية، التعريف F، إذا أذكر بنتيجة رأينا في الجذع المشترك، إذا CF أي تمثيلها المبياني متماثل بالنسبة لمحور الأراتيب. وإذا كان متماثل بالنسبة لمحور الأراتيب، لذلك إذا سنقتصر في دراسة هذه الدالة. ماذا نقصد دراسة الدالة؟ الدراسة تدخل فيها بطبيعة الحال النهاية عند محدات، الفروع اللانهائية، المشتقة، إشارة الدالة المشتقة، رتابة الدالة F، وبطبيعة الحال الإنشاء. إذا هذه النقط التي قلتها إذا تدخل في إطار دراسة الدالة، بالإضافة إلى المحطة الأخيرة إنشاء المنحنى. إذا لذلك نسميه مجموعة الدراسة. إذا كان تمثيلها المبياني متماثل بالنسبة لمحور الأراتيب، سنقتصر عوض أن نقوم بالدراسة دراسة الدالة على R بأكمله، أي على المجال السالب والموجب، نكتفي بالدراسة على المجال الموجب، وبالتالي سنربح وقتا مهما جدا، وعوض أن نعمل إذا على مرحلتين، نعمل على مرحلة واحدة، أي النهايات، الفروع اللانهائية، إشارة المشتقة، الرتابة بطبيعة الحال والإنشاء، سنعمله في مرحلة واحدة على المجال الموجب، ونستنتج بالتماثل المحوري الذي محوره الأراتيب النتائج الأخرى، دون بطبيعة الحال أن نضيع الوقت. إذن هذا هو دور مجموعة الدراسة. إذن نقتصر أي يبسط لنا بطبيعة الحال ويربحنا وقتا مهما جدا. إذن ندرس
كإنجاز نصف العمل، عوض أن ننجز العمل إذا كما قلنا إذا في مرحلتين مختلفتين، إذا على المجال الموجب والسالب، فإننا إذا نقتصر هاتين المرحلتين في مرحلة واحدة وهي دراسة هذه النقاط في مجال الموجب. إذا قلنا إذا السائف متماثل بالنسبة لمحور الأراتيب، إذا لدراسة الدالة F نقتصر في دراستها على المجال الموجب. دائما نختار الموجب لبساطة التعامل مع ما هو موجب. إذا كان بالإمكان أن نختار المجال السالب، ولكن التعامل مع الموجب أحسن بكثير من التعامل مع السالب. على المجال الموجب صفر زائد ما لا نهاية، ويسمى بطبيعة الحال ويسمى بمجال أو مجموعة الدراسة. بطبيعة الحال ونرمز لها بالرمز DE. إذن DE تساوي R زائد. إذن سترون في من خلال المسألة أننا سنقتصر في دراستها على المجال الموجب، وبالتالي إذن سنربح وقتا كما قلنا مهم جدا، وأيضا هناك البساطة، وفي آخر المطاف سنستنتج الرتابة، سنستنتج النهايات، ونستنتج أيضا تمثيل المبياني دون بطبيعة الحال أن ننجز أي عملية. إذا مجموعة الدراسة هي R زائد. ثم نمر إلى السؤال الثاني. لاحظوا جيدا هنا، إذا طلب منا حساب النهاية فقط عند بليس لانفيني. لماذا؟ إذا هذا من مزايا بطبيعة الحال مجموعة الدراسة. إذا ليميت F لX عندما X يؤول إلى زائد ما لنا، إذا حساب هذه النهاية مباشرة بطبيعة الحال. إذا عندما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية، أولا سنعطي التعبير الجديد لـ fx بجوار زائد ما لا نهاية. قلنا في درس النهايات إذا كان x يؤول إلى زائد ما لا نهاية، إذا x فهو أكبر بكثير من صفر، وبالتالي إذا القيمة المطلقة لـ x تساوي x، القيمة المطلقة لعدد موجب تساوي نفسه، وبالتالي إذا تعبير f لـ x سيصبح جذر مربع x مربع زائد واحد ناقص x. لحساب نهاية هذه الدالة بطبيعة الحال بشكل مباشر نجد زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية شكل غير محدد. إذن علينا إزالة هذا الشكل غير محدد بطبيعة الحال بالضرب والقسمة في المرافق أو التعميل بالحد الأعلى درجة، لكن التعميل بالحد الأعلى درجة داخل جذر مربع بطبيعة الحال فهو غير مجدي في هذه الحالة كما شرحت لكم بتفصيل في درس النهايات والتمارين، لأن جذر مربع المعامل الداخلي وهو جذر مربع واحد يساوي القيمة المطلقة للمعامل الخارجي. إذا في حالة إذا كان لدينا التساوي، إذا هذه الطريقة يجب الابتعاد عنها لأنها ستكون مضيعة للوقت، وفي آخر المطاف سنجد شكلا غير محدد آخر من نوع صفر في ما لا نهاية والشكل غير محدد. لذلك تجنبا لمضيعة الوقت إذا نضرب ونقسم في المرافق، فنحصل على جذر مربع x مربع زائد 1 أس 2 ناقص x أس 2 على جذر مربع x أس 2 زائد 1 زائد x. الأس 2 فوق الجذر مربع إذا سيزيل جذر مربع دون القيمة المطلقة بطبيعة الحال، إذا x مربع القيمة المطلقة تظهر إذا كان الأس داخل جذر مربع وليس فوق الجذر مربع، ناقص x أس 2 على جذر مربع إذا x أس 2 زائد 1 زائد x. يتم الاختزال فنجد تعبيرا بسيطا جدا، وهذا التعبير الجديد يمكننا من حساب النهاية بطريقة بسيطة جدا. إذا نهاية f لx عندما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي واحد، إذا في المقام زائد ما لا نهاية نضيف عليه زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية
واحد على زائد ما لا نهاية تساوي صفر. إذا عدد حقيقي على ما لا نهاية يساوي صفر، إذا يساوي صفر. ثم طلب منا بطبيعة الحال أن نؤول هندسيا النتيجة المحصل عليها. إذا كما رأينا بتفصيل في درس الفروع اللانهائية، الأنواع المقاربات، المقاربات بطبيعة الحال الأفقية، العمودية والمائلة. إذا التأويل الهندسي، التأويل الهندسي، إذا نتواجد في حالة ليميت اف اكس عندما اكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي أ. إذا المستقيم ديال المعادلة كيراك تساوي أ، أ هنا هو صفر. إذا فهو مقارب بطبيعة الحال أفقي، أي موازي لمحور الأفاصيل، لمنحنى الدالة بجوار زائد ما لا نهاية. إذا لانتربريتاسيون جيومتريك، المستقيم، المستقيم المعرف، المعرف بالمعادلة، بالمعادلة يكراك تساوي صفر بين قوسين وهو محور الأفاصيل، الأفاصيل، فهو مقارب، مقارب أفقي، بالفرنسية إن أسيمبتوت هوريزونتال، أفقي، إذا للمنحنى سأف بجوار، بجوار زائد ما لا نهاية. ثم إذا نمر إلى سؤال ثلاثة ألف، ثلاثة ألف، لنبين، لنبين أن أنما ما يكون x في الـ dE، والـ dE أصبح معرفا هو r زائد، أي صفر زائد ما لا نهاية، فإن صيغة المشتقات تكتب على الشكل التالي: ناقص واحد على جذر مربع x مربع زائد واحد، إذا عامل لـ x زائد جذر مربع x مربع زائد واحد. إذا x كما قلنا، إذا لدينا نشتغل في مجال الدراسة، وهذا من مزايا مجموعة الدراسة، إذا نشتغل في المجال الموجب. إذا التعبير هو جذر مربع x مربع زائد واحد ناقص x، وبالتالي نستنتج أن المشتقة، بما أنها مجموع دالتين تساوي مشتقة هذه الدالة، إذا x مربع زائد واحد زائد مشتقة الدالة الخطية ناقص x. هنا نطبق إذا صيغة جذر مربع ج فتحة، إذا هي ج فتحة بطبيعة الحال ج هي x مربع زائد واحد، إذا x مربع زائد واحد فتحة على اثنان، إذا x مربع زائد واحد زائد المشتقة ديال ax هي a، عندنا إذا المعامل الموجي هو ناقص واحد، إذا زائد ناقص واحد. مشتقة x مربع هي 2x، مشتقة واحد ثابتة تساوي صفر، فنجد 2x على 2 جذر x مربع زائد واحد ناقص واحد، يتم الاختزال ب 2 فنجد، إذا عفوا، x على جذر x مربع زائد واحد ناقص واحد. نوحد المقام لأن لا يمكننا أن نقف عند المرحلة لأن الإشارة غير واضحة، لذلك نستمر. إذا نوحد المقام، ثم نضرب ونقسم في مرافق العدد المتواجد في البسط. إذا باستعمال المتطابقة نجد إذا x مربع زائد واحد كما فعلنا سابقا على جذر مربع، إذا x مربع زائد واحد عامل لx زائد جذر مربع x مربع زائد واحد. بطبيعة الحال إذا x مربع ناقص x مربع، إذا نجد ناقص واحد، حذاري إذا من الأخطاء الحسابية. إذا x مربع زائد واحد عامل لx زائد جذر مربع x مربع زائد واحد. إذا بالتالي حصلنا على النتيجة المطلوبة. إذا نتوقف في هذا الجزء رقم واحد. إذا موعدنا إن شاء الله مع الجزء الثاني. إذا لا تنسونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله،
والحفاظ على الصلاة وكثرة الدعاء ليرفع عنا الله سبحانه وتعالى هذا الداء والبلاء، عافانا الله منا ومنكم، عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين. بالتوفيق إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.